السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي عندنا اليوم اي دروب، كما تلاحظوا اي دروب هذا عندما تفتح الرابط يأتيك بهذه الواجهة، تضغط فقط هنا جوان اي دروب، بعد ذلك نسخوا هذا الرابط ونتوجهوا لتراس والت. هكذا نغير ايثيريوم الى سمارت تشين. ننتظر يفتح معنا. نضغط هنا كونتينيو في الأسفل كما تلاحظوا. نضغط هنا على جون ايدروب هنا هكذا. نعود الصفحة تاعنا على المتصفح، نضغط هنا لكي نأتي بالكود هنا هكذا. يحولنا على التليجرام، نضغط هنا جوين اي دروب هكذا. نلتحق هنا الجروب، ننضم هكذا. نكتب مثل هذه الكلمة، نرسلها أخواتي. عندما نلتحق بالتليجرام ننتظر حتى تأتينا هذه الصفحة هكذا لكي نأخذ الكود. ثم نضغط نكست عندما نلتحق ونضغط هنا على الشانل جروب الجروب والشانل، ثم نضغط نكست تأتينا هذه الواجهة، نضغط على تويتر هنا. متابعة ثم نعود. نضغط هنا بيندينج. قمنا بالمهام كما تلاحظوا يعني مسبقا، هذه هي. نضع هذا الكاب هذا الهاشتاج. نرسلها هكذا كما تشاهدوا، نضع هذا الهاشتاج. تنسخ من هنا او تنسخ عن طريق كيفاش مثلا، نعود نسخو هكذا، نخرجو، حذف كما تشاهدوا، نضع هنا هكذا، هكذا كما تشاهدوا أخوتي، نرجعو، القناة تاعنا هكذا. هنا يقول لك send your retweeter link، نرسل لهم رابط التغريدة. نعود هنا، نضغط فقط هنا في هنا لكي في الفراغ لكي، ثم ننزل أسفل نأخذ رابط التغريدة تاعنا هذه هنا هكذا، نضغط هنا
كوبي ونضعها هنا. هنا نضغط لكي نأخذ الكود الذي يطلبه الموقع هكذا. هذا الكود تاعنا قمنا بنسخه. نرجع الآن نعود الآن لتراست والت هكذا. هنا نضع الكود تاعنا اللي أخذناه ونضغط فيريفي هكذا. بعد ما وضعنا الكود وانتهينا نأتي لهنا نضغط كلايم هنا. يقولنا 72 ساعة سوف تصل العملة إن شاء الله. كما تلاحظون الآن ولت أصفار، يعني قمنا بسحب العملة ولكن ننتظر بعد 72 ساعة. نضغط هنا خواتي باش نشوفوا العملة هذه شحال دير هكذا. نروحوا للبانك سواب. قبل ما ندخل البانك سواب ندخلوا لها من المتصفح لأنها رانا على تري سوالات. الآن رانا على المتصفح نضغطوا لهنايا هكذا، نضغطوا على بانك سواب. نضيف العملة كما تلاحظوا هذه العملة. شوفوا نديرو اليو اس دي تي، نشوفوا القطعة الواحدة كم تساوي. كما تلاحظوا وعطانا 500 قطعة، 500 قطعة بقيمة 51 دولار كما تشاهدون هنايا. نرجع لهنايا كما تلاحظوا هنا راه درنا كلايم انتهينا. كان هذا الشرح. قبل ذلك اسمحوا لي نريكم كيفاش نأتوا برابط الإحالة الخاص بنا. هذا هو رابط الإحالة أخوتي، نضغط هنا فقط كوبي وإن شاء الله يصلنا الأيدروب في 72 ساعة. تشاركوا معي الآن باش يعني عندما يوصل الوقت نضع لكم فيديو ونرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.